تركتني بإحساس طيب رح تتركني على لا ما لامح لا جوارح لا رفيق بوحدتي تحسك يا ربي نفسك خطا منذ أيام يقوم الفنان عبد المجيد عبد الله بتسويق أغاني ألبومه القادم والذي أطلق عليه اسم ألبوم 2020، ولا ندري إن كان هذا هو اسمه أم أنه اسم مؤقت، لكن هذا ليس هو المهم. المهم أنه في إحدى هذه التغريدات التي يقوم من خلالها بتسويق الأغاني رد عليه أحد المتابعين واسمه أبو سليمان بالقول: أتوقع غلطة نزل تغريدة في هذا الوقت والساعة، مصلين الفجر وصايمين وتقول ألبوم، غلطة الشاطر عشر وعبد المجيد بمليون. عبد المجيد عبد الله لم يعجبه هذا التعليق على ما يبدو، وعبد المجيد معروف عنه بتأثره الشديد بالتعليقات، إذ أغلق قبل نحو شهرين أغلق حسابه بسببها، لكن هذه المرة قرر الرد بهدوء فقال: جزاك الله خير يا أبو سلمان، وتغريدتي ما هي غلطة ومش مجبور أنك تشوفها، وإذا عن نصف دقيقة اللي وضعتها بالفيديو مع محبيني نسمع شي ترى اللي مو عاجبه لا يدخل. هذا ما علقه عبد المجيد. لم يكتفي بذلك فأضاف لاحقا بعد ازدياد التعليقات المنتقدة وقال: يا جماعة أنا بحكي مع جمهوري والواحد ما عنده شيء، صارت مشكلة اللي ما عجبه لا يدخل، وإذا تعتبروا الأغاني حرام ترى غيركم يشوف غير كذا، لا تدوشونا الله يصلحكم، وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم، كفاكم النظرة الدونية للفنانين، ترى فيهم خير أكثر من بعض الناس، والدولة ما قصرت معترفة بالفن. الجدل كان كبيرا حول هذا الموضوع وأثار كثير من التعليقات حوله. دعونا نستعرض أبرز هذه التعليقات، البداية من شوق عبد العزيز والتي علقت حول هذا الموضوع: عيب اللي جالسين يسوونه في منشن عبد المجيد عبد الله، الرجل كبر أبوكم وتعبان. الفنانة أصالة كان لها رأي أيضا، دخلت على الخط وكتبت: طول بالك أرجوك، عندك جمهور بيستنى منك الكلمة تقولها مثل ما بدك، ولا تشوف اللي ما لازم ينشاف، شوف محبينك الكتار وبس. هذا ما علقته أصالة. أما عبد الله فكتب: لازم الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله يعطي حسابه لشخص يديره عشان ما يدخل بجدالات مع أي حد يعلق.